بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 22. مما قضى فيه أو قدم الدين لأنه قضى فيه بإذنه فهو كوكيل. يرجع على المضمون عنه بقدر الدين، لأن الضمان إنما وقع على الدين فيرجع عليه بقدر الدين. فلو قدر أنه قضى أكثر من الدين لم يرجع على المضمون عنه، لأن الزيادة لا تدخل في الضمان، وإنما الضمان على الدين فقط. فإذا دفع الضامن زيادة فهو متبرع، والمضمون عنه لا علاقة له بهذه الزيادة. نعم. مسألة، وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه يرجع بإذنه في الأداء حتى ما لو أذن فيه صريحا. نعم. ويرجع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين، لأنه إن قضاه بأقل منه فإنما يرجع بما ضام، وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداءه بتبرعه به. نعم. مسألة، ومن كفل بإحضار عليه دين. انتهت مسائل الضمان، انتقل إلى الكفالة. الكفالة هي التزام شخص إحضار من عليه حق، التزام شخص يصح التزامه إحضار من عليه حق عند المطالبة، كأن يكون على شخص دعوة وهو مثلا مسجون أو موقوف، والمسألة فيها طول وقت، فتقدم أحد الأشخاص وقال أطلقوا فلانا، اتركوا يذهب إلى بلده أو إلى أولاده، وأنا أتكفل أنني أحضره عند الطلب، لأنهم إنما مسكوه وأوقفوه خشية أن يهرب. فإذا جاء واحد وقال أنا أكفل إحضاره، حصل المقصود، حصل التوثق. فإذا طولب بإحضاره يجب عليه إحضاره، يجب على الكفيل إحضار المكفول. أما ما عليه من الحق فليس على المكفول شيء، فليس على الكفيل شيء. أقول أنا ما علي إلا أن يحضره فقط، أما ما عليه من الحق أنا لم أضمنه، لك يصير ضمان، أنا ما ضمنت، أنا متكفل فقط. والكفالة إحضار البدن، لكن يشترط أن يكون الحق المكفول به بغير حقوق الله، أن يكون الحق المكفول به من حقوق المخلوقين كالديون وحقوق المخلوقين، كالديون والحقوق التي للمخلوقين كنفقة الزوجة مثلا أو مهر الزوجة أو ديون للمخلوقين، هذا اللي تصح فيه الكفالة. أما حقوق الله كالحدود فلا يدخلها الضمان، من كان عليه حد فلا يجوز لأحد أن يكفله، لأنه لا يمكن استيفاء الحد من غير الجاني، وإنما الحقوق الآدمية هي التي لو عجز الكفيل عن إحضار المكفول فإنه يتحمل ما عليه من حقوق الآدمية، لأننا نقول أنت الذي فوتت علينا الشخص خليته يروح، فيلزمك أن تدفع ما عليه، إما أن تحضره وإما أن تدفع ما عليه، لأنك أنت اللي فوتته علينا. لكن في حدود الله لا يمكن هذا، لأن الحدود إنما تجب على الجاني فقط،
ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو كان واحد عليه حد خمر ولا حد زنا ولا حد سرقة هذا لا تدخله الكفالة، لأنه لو تعذر إحضار المكفول فإن الحد لا يستوفى من غير الجانب. نعم. ومن كفى بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. نعم، إذا لم يحضره لزمه ما عليه، وإن أحضره بريء، إذا أحضره بريء لأنه أدى ما عليه. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. والزعيم هو الكفيل، ومعنى غارم أنه إذا لم يحضر المكفول فإنه يلتزم ما عليه من الحق، يغرم. نعم. ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفارة بالمال. نعم. واستلف فإن برئ كفيله لأن الحضور. إذا تعذر إحضاره، إذا تعذر إحضار المكفول بسبب الموت فإن الكفيل يبرأ لأنه لا يمكن إحضاره، لكن لو تعذر إحضاره وهو حي فهنا تأتي المطالبة والغرامة، لأنه يمكنه أن يحضره ما دام على قيد الحياة، يمكنه يبحث عنه إلى أن يحضره، بخلاف إذا مات فإنه تعذر إحضاره فلا شيء على الكفيل، لأن تخلفه عن الحضور ليس نتيجة إهمال، إنما هذا أجل قضاه الله على الشخص، فالكفيل ليس منه تفريط في هذا فلا يؤاخذ، لأن المكفول تعذر إحضاره بالموت فسقطت الكفالة، فيرجع الحق إلى تركة المتوفى. نعم. إذا ثبت عليه حق استوفى من تركته. نعم. وإن كان عليه حد من الحدود سقط بالموت لأنه لا يمكن استيفاءه منه. نعم. فإن مات فليح كثيره لأن الحضور سقط عن المكفول به ويبرأ كفيله، كما برئ الضامن ببراءة المضمون عنه. نعم. ويحتمل ألا يسقط ويطالب بما عليه لأن الدين لم يسقط عن المكفول به، فأشبه المضمون عنه إذا لم يبرأ من الدين. لا، هذا الاحتمال ليس له وجه ما دام انه مات، فالكفيل معذور فكيف يؤاخذ؟ نعم. لو كان حي قلنا ابحث عنه، يلزمك تبحث عنه وتحضره مهما كلفك الامر، لكن هذا ميت. نعم. باب الرهن. الرهن في اللغه الثبوت، يقال ماء راهن يعني ثابت في مكانه ما يجري، الماء الراهن هو الذي لا يجري، هذا في اللغة. أما الرهن في اصطلاح الفقهاء فهو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من قيمتها، توثيق، كما أنه يوثق بالضامن والكفيل كذلك يوثق بالرهن. مثلا إنسان عليه 1000 ريال فرهن عنده سيارة عند الداين، رهن عنده سيارة، قال هذه السيارة إذا حل الدين ولو وفيتك تباع السيارة ويسدد من قيمته، هذا رهن، توثيق للحق. والأصل في الرهن الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا
فرهان مقبولة، وفي قراءة فرهن مقبولة، والرهان أو الرهن جمع رهن، وهو العين الموثق بها الدين، هذا هو الرهن. والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستدين ويرهن، فقد استدان من يهودي طعاما ورهن درعه عنده عليه الصلاة والسلام. والإجماع من أهل العلم على هذا، على صحة الرهن، وفيه مصلحة للمسلمين، فيه مصلحة من أجل توثيق الحقوق واطمئنان الدائن على حقه، وفيه مصلحة للمرتهن، أو أنه يتوصل بالرهن إلى الاستدانة وقضاء حاجته، ففيه مصلحة للطرفين الدائن والمدين، هذا يتوثق من حقه وهذا يتوصل إلى الحصول على الدين الذي يقضي به حوائجه. وفي النهاية لا ضرر على الطرفين، فالدائن يستوفي حقه من الرهن إذا تعذر استيفاءه من الدائن، والمدين تبرأ ذمته بذلك، وإن بقي شيء من الرهن يرجع عليه، يرجع عليه. ليس معنى الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يسدد أن الرهن يأخذه الدائن، لا، هذا ظلم، لا يجوز، ما يأخذه الدائن، لكن يباع ويسدد من قيمته، وإن كان من جنس الدين فإنه يؤخذ منه ويسدد الدين. إذا كان الرهن من جنس الدين يؤخذ من الرهن ويسدد الدين، وإن كان الرهن ما هو من جنس الدين فإنه يباع ويسدد من قيمته. أما أنه صادره الراهن فهذا لا يجوز، هذا ظلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق يعني لا يصادر ويؤخذ عليه. نعم، هذا هو العدل. نعم. مسألة: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه من الأموال، الأموال التي يجوز بيعها كما سبق في أول كتاب البيع، فإنه يجوز رهنه، لأن الغرض من الرهن أنه يباع عند النهاية ويسدد. فإذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود، إذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود، مثل الأشياء النجسة والمتنجسة يعني ما يجوز رهنها لأنها لا تباع، كذلك آلات اللهو هذه لا يجوز بيعها بل يجب إتلافها، فلا فائدة من رهنها. الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يصح أن تجعل رهائن لأنها لا يحصل بها المقصود. نعم. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، لأن المقصود من الرهن الاستيفاء بالدين لاستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن. نعم. وهذا يحصل بما يجوز بيعه، فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه، كالحر وأم الولد، لأن مقصود الرهن لا يحصل منه، كالإنسان الحر. الحر لا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه، الحر لا يجوز بيعه، حرام بيع الأحرار، وبالتالي لا يجوز رهنه، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، من باع حرا وأكل ثمنه، ومن استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده حقه، ومن أعطى بي ثم غدر. نعم.
ولا يصح إلا بالقرض. فالحر لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بيعه. وكذلك أم الولد المملوكة، أم الولد معناها المملوكة إذا وطئها سيدها وحملت منه، إذا وطئها سيدها وحملت منه فإنه لا يجوز له بيعها لأنها أصبحت أم ولده، فلا يجوز له أن يبيعها، لكن تبقى في الرق إلى أن يموت، فإذا مات عتقت. هذه أم الولد، إذا مات عتقت. وبيع أمهات الأولاد على المذهب لا يجوز، فلا يجوز رهنها، بخلاف الرقيقة التي لم تحمل من سيدها، الرقيقة التي لم تحمل من سيدها هذه مال يجوز بيعها وشراؤها، يجوز رهنها. نعم. مسألة، ولا يصح إلا بالقبض. لا يصح الرهن إلا بالقبض، وهذه مشكلة لقوله تعالى فرهان مقبوضة، يعني عند الراهن تكون الرهان مقبوضة عند الراهن صاحب الدين، مقبولة عند صاحب الدين، هذا شرط لصحة الرهن، فإن لم تكن مقبولة عنده لم يصح الرهن لظاهر الآية، وهذا هو المذهب. وهذا لا شك أنه هو الأحوط وهو الأوثق، لأن الرهن إذا خرج عن يد صاحب الدين صار عرضة للضياع، فإذا كان في حوزة صاحب الدين فهذا أضبط وأضمن للحقوق. ولكن مصالح الناس الآن تتعارض مع أن يكون الرهون مقبوضة عند أصحاب الديون، لأن أصحاب الرهون يحتاجون إلى انتفاع بها، المدين يحتاج إلى أن يسكن البيت المرهون، يركب السيارة يحمل عليها المرهونة، حاجة الناس تستدعي أن تكون الرهون في يد المالكين، في يد مالكيها، لأننا لو أخذناها وعطلناها عند أصحاب الديون تعطلت مصالح الفقراء والناس. ولذلك صار العمل في هذه البلاد من زمان قديم في بلاد النجد على أنهم يتسامحون في قضية قبض الرهن، يتسامحون في هذا نظرا لحاجة الناس وضرورات الناس. نعم. وإلا الأصل ما في شك أنها القبض، وهو الذي يدل عليه الدليل، لكن نظرا ضرورات الناس وتعطل مصالح الناس في هذا صاروا يتسامحون في القبض. نعم. ولا يصح إلا بالقبض لقوله سبحانه رهان مقبوضة. نعم. ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقبض. نعم. وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياساً على البيع. وهذا مذهب مالك فيما أذكر، أن مذهب مالك لا يشترط القبض، لا يشترط القبض، وعليه العمل في هذه البلاد من زمن، من أظن من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عليه العمل أن القبض ليس ضرورياً لأجل مصالح الناس في هذا. وإذا حصل القبض فهو أتم وأضبط ما في شك. نعم. وعنه بغير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد ولا يشترط القبض، إنما القبض في المكيل والموزون، إذا رهنه طعام أو حديد أو شيء يوزن هذا الذي يشترط فيه القبض، أما إذا رهنه بعير ولا سيارة ولا بيت هذا ما يشترط فيه القبض على الرواية الثانية، ولكن الصحيح أنه لا فرق،
الله جل وعلا يقول فرهان مقبوضة، ولم يفصل فرهان مقبوضة، الظاهر الآية كل الرهون يجب أن تكون مقبوضة أو يشترط أن تكون مقبوضة من غير تفريق بين المكيل وغيره. نعم. المذهب الأول وهو أنه يشترط القبض في كل مرهون سواء كان مكيلا وموزونا أو غيرهما، وهذا الذي تدل عليه الآية. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، درعه عند يهودي مرهونة، دل على مشروعية قبض الرهن. نعم. ما تلغي النص، لكن النص ما يوجب هذا إيجاب، ما يوجب هذا إيجاب ومن تركه يأثم، لا، لكن يكون لفظ الآية إرشادي من أجل ضبط الحقوق فقط. نعم. مثل وأشهدوا إذا تبايعتم، يقولون الإشهاد ليس واجبا وإنما هو من باب الإرشاد فقط، الأمر أمر إرشاد ليس أمر وجوب وإلزام. نعم. ما في شرك ان عقد ارفاق هنا إيه هو الارفاق. نعم. الرفق فيه حاجة المحتاج، الناس ما يعطونه الا برهن، فيه رفق انه اذا رهن يعطى، ورفق بالداين حتى يطمئن على حقه، فيه ارفاق. نعم. المذهب الأول لأن البيع معوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقبض. نعم. وسأله وفرق المفهوم للنقل والتخلية فيما سواه على أنه يشترط قبض المرهون، فكل قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، فالذي ينقل من الأموال يشترط نقله عند الدائن كالطعام والملابس والسيارة وكل ما ينقل، ينقل من قبضة المدين إلى قبضة الدائن، يعني يطلع من ملك المدين ومن بيته ومن مكانه إلى مكان الدائن، وبهذا يحصل القبض. أما ما دام في مكان المدين إنه لا يحصل القبض. وأما الأشياء التي لا تنقل مثل الأراضي والدور والدكاكين هذه ما يمكن نقلها، هذه قبضها بالتخلية بأن يمكن المرتهن منها، يعطى مفاتيحها ويمكن منها، أو يعطى سكوكها التي عليها تكون عنده، هذا التخلية، يعني تمكين صاحب الدين منها حيث يطمئن عليها، عنده مفاتيحها ولا عنده سكوكها، فيكون هو المسيطر عليها في مدة الدين. نعم. ما يتمكن صاحبها من التصرف فيها لأن مفاتيحها عند المرتهن أو سكوكها عند المرتهن، ما يتمكن من التصرف فيها. نعم. هذا هو القبض. نعم. وذلك لأن القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة. نعم. فإن كان مقبولا فقبضه نقله أو تناوله كالثوب والعهد والكتاب ونحو ذلك، والمكيل رهنه بالخيل فقبضه اكتياله ونقله، اكتياله مع نقله، يكفي الاكتيال، يعني يكيل الطعام المرهون يخليه عند الراهن، لا، مع نقله مثل البيع، قبض الطعام في البيع كيله مع نقله، قبض الموزون وزنه مع نقله، هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم. نعم. والمكين رهنه بالكيل فقبضه اكتياله لقوله عليه الصلاة والسلام
إذا سميت فكل. نعم. وإن كان موزونا فقبضه بالوزن مع النقل. نعم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نأكله من مكانه. متفق عليه. جزافة عند الخرص، خرص. الجزاف معناه الخرص أو البيع من غير كيل. يقول أبيعك هذه الكومة من الطعام أو من التمر بدون كيل، أنت تشوفها وتراها تشتريها تسلم ثمنها، يجوز هذا. هذا يسمى بيع الجزاف، شيء مجموع تأتي وتشتريه جميع، لا بأس بذلك. مثلا مجموعة كراسي، مجموعة كراسي تشوفها أمامك يجوز أنك تشريها جميع ثمن واحد، هذا بيع الجزاف. هو لازم أنك تعد كل واحد على حدة. مثلا فرش، مجموعة فرش مجموعة يجوز بيعها جميع، هذا بيع جزاف. طعام مجموع، تمر مجموع، كل هذا يجوز بيعه جزافا بقيمة واحدة، لكن لا بد من نقله. إذا بيع جزافا فلا بد من نقله، لحديث ابن عمر: كنا نبتاع الطعام جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا، يعني منازلنا. نعم. والثمار على الشجر فقرب ذلك بالتحلية بين موقفه وبينه. الذي لا يمكن نقله كالعقارات والثمار التي على الشجر، هذه بيعها قبضها بالتخلية، يعني تمكين المشتري أو تمكين الراهن منها. نعم. وأما الأقارب الثمار على الشجر فقبض ذلك للتخلية بين مرتهنه وبينه بغير حائل. على الشجر، أما الثمار التي قطفت من الشجر فهذه لا بد من نقلها، يعني يمكن أن تنقل. التمر المجدود والزرع المحصود هذا يمكن نقله. نعم. يعني إذا رهن الدار فقبضها أن يفتحها له ويسلمه مفاتيحها. إذا سلم لمفاتيحها قبضها. نعم. ها؟ المدين لا ما يتصرف فيه ولا يسكنها، يعني لو سكنها خفض من قيمتها، ربما تلفت ويوقف العمل فيها. نعم. هذا على المذهب، على أنه لا بد من القبض. نعم. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه لأنه وكيله ونائبه، يعني سواء قبضه بنفسه أو بوكيله، وكل واحد يقبض عنه يكفي. هذا لو صار المرهون عند واحد ثالث، عند واحد ثالث وكيل للدائن، فقبض الوكيل مثل قبض الموكل سواء بسواء، وبيت الوكيل مثل بيت الموكل. نعم. لأنه ينوب منابه. نعم. وإذا خلي الوكيل على الدار أو على الشجر فهو مثل الدائن سواء، لأنه وكيله. نعم. استدامة القبض شرط للزوم كحالة الابتداء للآية. إذا قبض الرهن فيشترط أن يستديمه إلى حلول الأجل واستيفاء الدين، لأن هذا فائدة الرهن. أما أن يقبضه ثم يخرجه ويسلمه لصاحبه هذا ما حصل المقصود، فلا بد من استمرار محجوزية الرهن عند المدين حتى يسدد الدين.
وهذا الذي جعل الأمر فيه حرج ومشقة، لأن المدين المسكين يبي ينحرم من بيته ومن سيارته أو من مزرعته أو من نخله، يبي ينحرم من هذا كله إلى أن يسدد الدين. نعم. وعنه أن القرض واستدامته بالمتعين ليس بشرط في البيع فلا يشترط في الرهن. نعم. مسألة: والرهن أمانة عند المقترض وعند أمينه لا يرفعه إلا أن يتعدى. الرهن عرفنا على المذهب أنه لا بد أن يكون في حوزة الدائن اللي هو المرتهن. الدائن يسمى المرتهن والمدين يسمى الراهن، فعرفنا أن الرهن يشترط أن يكون في حوزة الدائن الذي هو المرتهن. طيلة مدة الأجل، لكن لو قدر أنه تلف في هذه المدة عند الدائن، تلف هل يضمنه؟ لا، لأنه أمين والأمين لا يضمن. لو ودعت عند واحد المال وتلف، فالمودع ليس عليه ضمان لأنه أمين، إلا في مسألة إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، كما لو ترك الباب غير مغلق، لو ترك غير مغلق وجاء السراق وسرقوا الرهن أو راحوا بالسيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه يضمن لأنه فرط. أو عمل شيئا في الرهن حتى تلف، عمل شيء، حرك السيارة مثلا، شغلها واحترقت، يضمن لأنه متعدي، ليس له أن يحركها خليها تقف. فإذا تصرف فيها وترتب على التصرف تلف فإنه يضمن، إلا إذا كان الشيء يحتاج إلى تحريك، لو خلي ما يحرك يتلف، هو يحركه من أجل مصلحته، هذا لا ضمان فيه لأنه لم يتعدى، لأنه يحتاج إلى تحريك وإلى نقل من مكان إلى مكان، لأنه لو ترك يتلف، فهذا لا حرج فيه إذا تلف، لأنه مأذون له في تحريكه ونقله تقليبه. الحاصل أن الراهن إذا تلف الرهن عنده، أو المرتهن إذا تلف الرهن عنده، فإن كان بتفريط أو تعد منه فإنه يضمن، وإن كان بغير تفريط ولا تعد فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن والأمين لا يضمن. نعم. الرهن أمانة عند المقترض وعند أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، فإن تلف بغير تعدي فلا شيء عليه لأنه أمين فأشبه المودع. نعم. مسألة: ولا ينتفع المقترض بشيء من الرهن إلا ما كان مرفوضا أو محجوبا. المرتهن ما ينتفع بالرهن، المرتهن اللي هو الدائن ما ينتفع بالرهن، لأن منفعته لمالكه اللي هو الراهن والمدين، منفعته للمدين والراهن، فليس للمرتهن الانتفاع به، لأنه إذا انتفع به صار متعديا، لأنه ليس ملكا له، فهو يحفظه فقط لا ينتفع، لا يكد السيارة أو يركبها أو الدابة يركبها، إلا في مسألة ما إذا، وكذلك النفقة على من؟ نفقة الرهن إذا كان يحتاج إلى نفقة، داب عبد يحتاج إلى نفقة، نفقته على صاحبه على الراهن، مرتهن ما عليه، اللي ينفق عليها المالك، لكن لو تعذر إنفاق المالك اللي هو الراهن، تعذر وترتب على هذا الضرر في المرهون، الدابة تموت جوع أو العبد يموت جوع،
فإن المرتهن ينفق عليه إبقاء على حياته، ينفق عليه ويرجع بالنفقة على مالكه الذي هو الراهن، يجب عليه أن ينفق. وإن كان الرهن فيه منفعة فيستغلها في مقابل الإنفاق، يركب الدابة في مقابل النفقة، وإذا كان فيها حليب يحلبها في مقابل النفقة. قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. نعم. ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن إلا ما كان مرهوبا أو محلوبا فيحلب ويركب بقدر العلف. نعم. وتحريا للعبد في ذلك اجتهاد، يعني يتحرى يركب ويحلب بقدر النفقة اجتهاد، لأنه ما يمكن أن يكون تحديد هذا، لكن يجتهد. نعم. سواء تعذر الإنفاق من المال أم لم يتعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. يعني هذا بهذا، تنفق في مقابل الانتفاع. نعم. وفي أرض فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته ويركب. إبقاء على حياة هذا، لأن الحيوان له حرمة، إذا ترك بدون نفقة يهلك. نعم. مسألة. وللراهن ظلمه من غلته وكسبه ونماءه. إذا حصل في الرهن غلة، مثلا دابة ولدت أو مثلا شجر أثمر، نخل أثمر، فلمن تكون غلته؟ تكون للراهن، للمالك. المرتهن ما له من شيء، تكون للمالك، لكن ما يأخذها المالك، تبقى معه، تكون رهنا معه، تكون رهنا معه، هي ملك للمالك لكنها تكون رهنا مع الأصل. نعم. أو مثلا كسبه، العبد اشتغل وحصل دراهم، تكون الدراهم لمن؟ لمالكه اللي هو الراهن، ليست للمرتهن، لكن تكون هذه يكون هذا الكسب معه، رهنا معه. نعم. لأن ما نتج عن الرهن فإنه يكون رهنا معه. نعم. لأنه نماء ملكه. نعم. لأنه نماء ملكه فأشبه غير مرهون، لكنه يكون رهنا معه. فلا نمكن الراهن أنه يأخذ الدراهم من العبد، أو يأخذ الولد من الدابة، أو يأخذ ثمر من الشجرة، ما نمكن، بل نرصده مع الرهن، نرصده مع الرهن، يكون رهنا مع الأصل. نعم. لكنه يكون رهنا معه لأنه عبد وارث في الأصل، فثبت حقوقه في نمائه كالبيع. لأنه إذا كان صار الأصل مرهون فالفرع مرهون أيضا، الفرع له حكم الأصل. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الرهن من راهنه له غنم وعليه غنم. قوله صلى الله عليه وسلم: له غنمه، يعطي أن النماء يكون له لمالكه، وعليه غرمه، لو تلف من يكون الضمان عليه؟ على مالكه. نعم. لا، الثمر يجد ويدخر لكن يكون رهن. نعم. إذا كان يفسد ببقائه يباع ويجعل قيمته رهن، قيمته تكون رهن. نعم.
أما إذا كان ما يقصد هو يخزن يصير رهن. نعم. مسألة: وعليه الوضوء من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات. الراهن يتحمل كل ما يحتاجه الراهن من نفقة كما سبق، وآجار المخزن إذا كان يحتاج إلى آجار يكون على الراهن على المدين. ولو مات وهو مثلا مملوك، عبد مملوك مات وهو مرهون، يكون مؤونة تجهيز الجنازة على المالك ليست على المرتهن. نعم. ويلزمه جميع نفقته من قسمة وعلف وحرز وحائل وسقي وتسبية وجدال وتشبيه، كل هذا على المرتهن اللي هو المدين لأنه يعني ملكه. أما المرتهن أما الراهن فليس عليه شيء. نعم. كل هذا يكون على الراهن الذي هو المدين لأنه ملكه، أما المرتهن ليس عليه من هذا شيء. نعم. لا آجار الحفظ ولا النفقة ولا تخزين ولا السقي ولا العلف ولا شيء من هذا، إلا فيما سبق إذا كان يركب أو يحلب فإن الراهن فإن المرتهن ينتفع به في مقابل النفقة. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرهن الراهن له ظلمه وعليه ظلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان وما أشبه ذلك، قواعد شرعية. نعم. وهذا من ظلمه لأنه ظلمه فكانت عليه نفقته. كما أن له نماءه هذا الغنم فعليه غرمه وهو النفقة. نعم. فكانت عليه نفقته كالذي بيده. نعم. ويلزمه كفنه إن مات كما يلزمه بالذي بيده. كما يلزمه لباس العبد في الحياة، عبده المرهون يلزم أنه يشري له كسوة، فكذلك إذا مات يلزم يشري له كفن، لأن يعني هذا كسوة أيضا، لباس ميت مثل لباس الحي. نعم. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن برفق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا. لو أن الراهن الذي هو المدين تصرف في الرهن بما ينقل الملك، وهبه لأحد أو أتلفه، فإنه يلزم بالقيمة تكون رهنا مكان الرهن الذي فوته على المرتهن. لو أن الراهن أتلف الرهن أو وهبه لأحد أو أخرجه عن ملكه فإنه يلزم بالقيمة وتجعل رهنا مكانه، لأنه إذا فوت الأصل فإنه يلزمه تأمين البديل عنه. أما البيع فلا يجوز له أن يبيعه، ولو باعه ما صح البيع، الرهن لا يصح بيعه لأنه تعلق به حق الغير فلا يصح بيعه. نعم. فلا يجوز للراهن يدخل مرهون لأن فيه إضرار بالمرتهن. كذلك لو كان الرهن عبد وأعتقه فإنه يلزم بالقيمة، العتق ينفذ ويصح لكن يلزم السيد بالقيمة تجعل رهنا مكان العبد الذي أعتقه. نعم. لأن فيه إضرار بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم له، فإن فعل نفذ عتقه نص عليه لأنه محبوس باستيفاء الحق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وتؤخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه. العتق ينفذ لأن الشارع يحث على العتق، فإذا اعتقه نفذ العتق وعتق العبد وخرج من الرهن، فيلزم على سيده أن يأمن القيمة محله تكون رهنا محله. نعم. لازم القيمة أو رهن آخر؟ لا، القيمة لأنها بديل عن الرهن، القيمة بديل عن الرهن، ما نلزمه يجيب رهن آخر. نعم.
يجيب غيرها، يجيب قيمة ثانية. نعم. ويختلف القيمة شيء. ها؟ يختلف القيمة عن الأصل فيها. كيف تختلف؟ كان بيع العبد وقدر قيمة العبد أعلى من قيمة الدين المبون عشان على أساسه. ولو ترصد، ولو كان ترصد كلها، ولو كان فيها زيادة، فإذا حل الأجل يسدد منها والباقي يرد على صاحبه. هنا نعم. يجوز أنك ترهن مثلا دار قيمتها 5 ملايين، ترهن دار قيمتها 5 ملايين بدين قدرها 100,000 ريال، يجوز تصير كلها رهن ولو كانت أكثر من الدين، يلزم تكون كلها رهن. نعم. وتؤخذ من وقيلته تكون أرجى من ذلك، لأنه أقبل حقا وثيقا لغيره بالمبتهل. نعم. ولزمه قيمته كما لو قبلها. نعم. مسألة. وأما إذا وقع جاريته مغرونة فأوجدها خرجت من الرهن وأوقيت منه قيمتها فجريت رهنا. مثل ما لو اعتقها، لأن الاستيلاد طريق إلى العتق، الاستيلاد طريق إلى العتق، فهو مثل ما لو اعتقها عتقا منجزا. نعم. وذلك أن الله ليس له وقوف جارية مغفولة، لأنه يؤدي بذلك إلى أن يخرجها من الرهن فيفوت حق المبتهل، فإن وضعها فلا حد عليه لأنها ملكة. كان لو استأذنها. نعم. وإن ولدت فولده حر وتصير أم ولد، لأنه أحبلها في ملكه وتخرج من الرهن موسرا كان أو مسرا كما لو أعتقها، وعليه قيمتها يوم أحبلها لأنها وقت إتلافها تجعل رهنا، وكذلك إن تلفت بسبب الحمل. المهم أنه إذا حملت منه بطل بيعها وصارت تنتظر العتق بوفاته. الحمل سبب للعتق، فيكون فوت على المرتهن الوثيقة فيلزم بالقيمة، قيمة الأمة التي أحبلها. نعم. مسألة. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما فرض بسببه فهو غالب. لو واحد تعدى على الرهن فأتلف منه شيئا، فالذي يطالب هو الراهن، صاحب، نعم، الراهن المدين هو اللي يطالب، ما هو اللي يطالب المرتهن، لأنه ملك، اللي يطالب المالك، اللي طالب الجاني هو المالك. فإذا حصل على مال في مقابل الجناية فإن هذا المال يكون رهنا مع المرهون. ما حصل عليه من المال بسبب الجناية على الرهن يجعل مع الرهن، يكون رهنا معه. نعم. والذي يطالب هو المالك. نعم. فإن كانت الجناية عليك موجبة للقصاص فلكل به الاقتصاص. فإن كانت الجناية عليك موجبة للقصاص فلسيده الاقتصاص فله أن يعفو لأنه ملكه، فإن اختص فعليه قيمته. إذا قدرنا أن الرهن عبد وجنى عليه عبد ثاني، جنى عليه عبد آخر وقتله عمدا عدوانا، فالراهن الذي هو السيد يخير بين القصاص وبين الدية، فإن اختار الدية صارت رهنا، وإن اختار القصاص فله الحق في ذلك، لكن يلزم بدفع القيمة، يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا مكان العبد. نعم. فعليه قيمة أقلهما قيمة من العبد الجاني والعبد المرهون. نعم.
فإن كانت قيمة المرهون 10 وقيمة الجار 100 لم يلزمه إلا 10، لأنه إنما حوك على المرتهن 10. وإن كانت قيمة المرهون 100 وقيمة الجار 10 لم يلزمه إلا 10، لأن هذا هو المقدار الذي فوته على المرتهن، يجعل ذلك رهنا مكانه في أحد الوجهين، لأنه أتلف مالا بسبب إتلاف الرهن فقام قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال. والوجه الثاني لا شيء عليه، لأنه لم يجد في الجناية مال ولا استحق بحال، وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال. وكذلك إن جنى على سيده الوجوه، إذا قال فيه وجهان فيه ثلاثة أوجه، الوجوه تكون للأصحاب، أما الروايات إذا قال فيه روايتان فهي عن الإمام، الرواية تكون عن الإمام أحمد، أما الوجوه فإنها تكون لأصحاب الإمام أحمد يخرجونها على قواعده. هذا معنى الوجهين والوجوه في المذهب، الوجوه للأصحاب والروايات للإمام. نعم. وكذلك إن جنى على سيده فاقتص الحق، كذلك التخريجات، تخريجات إذا قال فيه تخريج أو يتخرج كذا فهو للأصحاب، هذا يخرجونه على قواعد الإمام أحمد. نعم. وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه أو أخذه، إن جني، وكذلك إن جني على سيده فاقتص منه أو ورثته، مسألة اقتص منه أو ورثته، اقتص منه نفس السيد أو ورثته. نعم. اقتص منه أو ورثته، نعم، مسألة. وإن عفى السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه جعل رهنا مكانه، لأنه بدل عنه فقام مقامه. إذا كانت الجناية موجبة للمال فإن المال يؤخذ ويكون رهنا، وإن كانت الجناية موجبة للقصاص أو المال على التخيير فكما سبق، إن أخذ المال صار رهنا، وإن اقتص فإنه يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا، لأنه فوت على الراهن المرتهن، فوت على المرتهن وثيقته فيغرمها له. نعم. وإن أتى السيد عن المال لم يصح عفوه، إذا كان المتعين هو المال، قتل خطأ مثلا، قتل الخطأ ليس فيه إلا الدية مع الكفار، فليس للسيد أن يعفو عن الدية، لأنه إذا عفى عنها أسقط حق المرتهن، فوت حق المرتهن، فلا يصح عفوه في هذه الحال. نعم. وإن عفى السيد عن المال لم يصح عفوه، لأنه محل تعلق به حق المرتهن، نعم، فلم يصح عفوه عنه، كما لو طلبه المرتهن ويلزمه العفو في حقه. فإذا فك الرهن رد إلى الجاني. وقال أبو الخطاب يصح عفو السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا. المهم أنه يوثق، المهم لازم من التوثيق، إذا عفى عن المال فلازم من البديل، لازم من البديل، إن العافي هذا يأمن البديل للمرتهن. نعم. وقال ابن خطاب يصح عفو السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا، لأنه أتلفه بعفوه. المهم أنه سواء قلنا ما يجوز له العفو أو قلنا يجوز، لازم من البديل، لا بد من البديل. نعم. وقال القاضي تؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه، فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني، كما لو أقر على عبد المرهون بالجناية. نعم. مسألة. وإن عفى السيد عن القصاص إلى غير المال
إن بنى على موجب العمد انجب، إن بنى على موجب العمد فإن قلنا أحد شيئين فهو كالعقل على المال. هذا يرجع إلى خلاف في الجنايات، هل الواجب بالقتل العمد هو القصاص عينا والدية إنما هي بدل، أو أن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية أحد أمرين؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. وعلى كل حال المرتهن لابد يطالب بالبديل، المرتهن يطالب بالبديل سواء قلنا الذي يجب القصاص عينا والدية بدل عنه، أو قلنا إن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية. فإذا عفى السيد عن العبد المرهون أو العبد الجاني فإنه لازم يأمن البديل للمرتهن، وهو أن يأتي بقيمة العبد الذي جني عليه يجعلها رهن، ثم بعد ذلك يتراجع هو الجاني فيما بعد، تراجعون بعد ما يفكر الرهن يتراجعون. نعم. فإن قلنا أحد شيئين فهو كالعقل على المال، وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص وفيه وجهان. فاسألك وإن جنى الرهن يكفي. إذا أثبت الله أو بعضه وجبنا عليه المال المبلغ، نعم، لماذا لا؟ لا ما يفك الرهن لما يحل الأجل، لما يحل الأجل ما يسقط الأجل. نعم. طيب الصورة الثانية مش ما أوجبنا عليه رهن آخر، أوجبنا عليه المال بدل ما أخذ نجب عليه رهن آخر. نعم، ما هو آخر بديل، هذا ما هو برهن آخر، هذا بديل عن الرهن الأول، هو كهو يعني، ما هو برهن آخر. نعم. يحل محله، يحل محله. نعم. حينما كفل صحابي شخصا اخر بان يذهب الى اهله ثم يرجع وكان عليه حد. هذه تروى عن ابي ذر رضي الله عنه انه كفل واحد عليه قصاص، وان الجاني تخلف وقدم ابو ذر نفسه للقصاص بدلا عنه، لكن القصه دي ما ثبتت تحكى لكنها ما ثبتت. نعم. قلتم أنه ليس على تحليل الرماد الحق الذي عند المنقول بينما لو أنه يقول ومن كفل بإقرار عليه ذي فلم يحضره فالتفريط ما جاء من الكفيل، فليس عليه شيء، إنما يلزم بما عليه إذا صار التفريط في عدم الإحضار من الكفيل، يلزم بما عليه من حق الآدمي ولا يضيع حق الآدمي، نقول له يوم تحضره وإلا تتحمل معني هذا. نعم. المحيي رهنه بالليل فقبره ثيابه، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سميت فحل، المكيل قبضه بالكيل، قبض المكيل يحصل بالكيل على المذهب، يكفي الكيل، لكن على الصحيح أنه لازم من أمرين، الكيل مع النقل، الكيل مع النقل، والحديث إذا سميت يعني إذا بعت أو اشتريت فكل، في لفظ آخر
إذا ابتعت فكل وإذا بعت فاكتل، إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل، يعني أن القبض، أن قبض المكيل يحصل بكيله. المذهب يكفي الكيل ولو بقي في ملك البايع. والقول الصحيح هو رواية عن أحمد، وهو قول الشافعي وجماعة، أنه لا بد من النقل مع الكيل ولا يكفي الكيل. فعلى هذا لو كاله وتركه في ملك البائع أو في دكانه ما حصل القبض التام. نعم. فالذين مثلا الآن يشترون الأكياس، اللي يشترون الأكياس الآن من السكر أو من الرز ويعدون الأكياس ويتركونها في ملك التاجر أو في مستودع التاجر، هذا ليس قبضا. وكذلك اللي يشري السيارة يستلمها ويخليها في المعرض، معرض البايع، هذا ليس قبضا، لا بد من النقل. نعم. أنا بمجرد الحمل، حتى لو مات وسقط من البطن تكون أم ولد، أو لازم سلامته. نعم. لكن لا تكون أم ولد إلا إذا ولدت ما يتبين فيه خلق إنسان، سواء بقي أو مات. أما لو أن حملت ثم سقط قبل أن يتبين فيه خلق إنسان لا يعتبر شيء، لا تعتبر أم ولد. لو سقط في الأشهر الأولى قبل أن يخلق وقبل أن يتبين فيه خلق إنسان ليس فيه شيء، ما تصير أم ولد. نعم. العلة يا شيخ حكم يتعلق بها من الحمل. حكم يتعلق بها من الحمل. من الحمل، لكن ما تصير أم ولد حتى تلد ما يتبين فيه خلق إنسان على الأقل، سواء سلم أو مات. نعم. يا شيخ، في البداية يا شيخ توفي الإبن. أي. العلة في كونها أم ولد لا تباع. لأنه ولدت منه حرا، ولدت منه ولدا حرا، وهو حر لو مات يسمى حر، سمى ولده ولد فلان، فلا يمكن أن يبيع أم ولده. نعم. على خلاف، ترى فيها خلاف في المسألة، ما هي محل وفاق. القول الصحيح والذي رجحها ابن القيم وغيره أنه يجوز بيع أمهات الأولاد. نعم، فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا المذهب. نعم. تعتبر تلفت حتى لو حملت الأشهر الأولى. تلفت كجارية. كيف تلفت؟ ما هي رقيقة. حملت تبقى رقيقة إلى أن يموت، إذا مات عتقت تبقى رقيقة، لكن ما يجوز له يبيعها. أي نعم، والله تبقى رقيقة مدة حياته، فإذا مات عتقت. نعم. كان الذي اشترى سيارة وتركها في المعرض دفع قيمة السيارة، لكن بقي ثمن الجريمة، ما يعتبر بيع جاري. إذا إيش؟ إذا دفع ثمن السيارة وتركها في المعرض، هذا ما يعتبر بيع جاري. البيع جاري لكن القبض ما حصل، ما يتصرف فيها المشتري، ما يتصرف فيها إلا بعد القبض، ولا البيع صحيح؟
نعم. أي وين البيع صحيح لو ما دفع القيمة، البيع صحيح، لكن ما يتصرف، ما يصح تصرف المشتري فيها حتى يقبضها. نعم. في فرق بين صحة البيع وتصرف المشتري. نعم. يا شيخ إذا قلنا قبل كل شيء بحسبه، فقبض السيارة يكون نقل الملكية وإن كانت في معرض البيع. لا، ما هو بنقل الملكية، بنقل ذات السيارة، ما هو بنقل، نقل الملكية بالأوراق، لكن نقل السيارة بإخراجها من مكان البايع إلى مكان المشتري. ما يثبت ملكية كلا الاستمارة. إيه هذا لا تثبت ملكيك بدون استمارة، إذا حصل بيع قبول وإيجاب وشهود خلاص ثبتت الملكية، أما الاستمارة إجراء، مجرد إجراء فقط. نعم. لو رجع المشتري. ها؟ لو رجع المشتري. رجع ما يحصل له يرجع، إذا تفرقوا لازم البيع، ما يحصل له يرجع، يلزم البيع إذا تفرقوا لازم البيع. نعم. وفضيلة الشيخ رحمه الله، هل تجب الزكاة في الرهن إذا حال عليه الحول وكان رهنه مما تجب الزكاة فيه؟ نعم. هل تجب الزكاة في الرهن إذا حال الحول وكان رهنه مما تجب الزكاة فيه؟ لا شك، لا شك أن تجب فيه الزكاة، لأنه ملك له وحال عليه الحول، تجب عليه الزكاة، زكي عليه. نعم. لا ما يصلح، ما يصلح إلا الشيء الذي يبقى، أما الشيء اللي يسرع إليه الفساد هذا ما يصلح رهنه، لأنه لا فائدة من رهنه. طعام المطبوخ يخرب بسرعة، الفاكهة، الفاكهة تخرب بسرعة، وش الفائدة من رهنها؟ إلا إذا كان الأجل قصير، إذا كان الأجل قصير قبل يخرب يبي يسدد. نعم. لا وشو له نحمله قيمة؟ نقول ما يصح أصلا، اللي خرب ما يصح، ما يصلح يرهن. نعم. مما يبقى يجوز بيعه، مما يبقى ويتعدى به الغرض، هذا ما يتعدى به الغرض. نعم. الزكاة أو القريبة. نعم. الزكاة أو الأقارب. الزكاة مال إخراج الزكاة القريب. فيها تفصيل، إذا كان القريب من عمودي النسب الوالدين أو الأولاد ما تجوز، ما يجوز له يدفع زكاة لآبائه وأجداده وجداته أو أولاده وأولاد أولاده، ما يجوز هذا. الإخوان إن كان يرثهم لو ماتوا فهو ما يجوز، إن كان ما يرثهم محجوب عنهم فلا بأس. نعم. هل يجوز أن يكون ما يجوز بيع الشيك، ما يجوز بيع، ما يجوز، القاعدة أن ما جاز بيعه صح رهنه، الشيك ما يجوز بيعه لأنه سند وثيقة، ما يجوز بيعه حتى يقبض ما فيه. نعم. هل إيش؟ هل صاحب البيت التصرف في الرهن بشيء لا يضره كسكن الدار مع بقائها بيد المرتهن بالصرف؟ لا ما يصلح، ما المرتهن ما ينتفع من الرهن إلا ما سبق، إذا كان يحلب أو يركب فله أن يحلبه ويركبه في مقابل النفقة، أما ما لا يحتاج إلى نفقة فهذا لا ينتفع منه بشيء لأنه ملك غيره. نعم. تسليم المفاتيح، تسليم المفاتيح أولا يدخل فيها ويوريه إياها غرفة غرفة محل وجميع مرافقها يوريه إياها تماما، ثم يعطيه المفاتيح يكون قبضها بذلك، وإن كانت أرضا يروح به يوقف عليها ويوريه حدودها ثم يعطيه الوثيقة عليها. هنا والصفحة طبعا
ما يكفي الصك حتى يراها. إذا رآها مع الصك، إذا رآها مع عطاه الصك، إذا كانت أرض يكفي هذا. الدار ينزل عنها، الدار لازم يعطيها المفاتيح، يعطيها المفاتيح. نعم. ينزل عنها يا شيخ على ظهر المذهب. من هو اللي ينزل عنها؟ الراهب. يعني يرحل عنها؟ إيه يرحل عنها. على المذهب نقول لي الله اطلع شيل قش. أنا صارت راهب، وأنت لا سكنت ولا تبي تخربه على، تبي تخربه على صاحب الدين. يعني سكناك فيها تقلل من قيمتك هنا. ما هو مثل استثمار السيارة؟ عقد إجرائي. هو عقد إجرائي، إذا أعطاه مفاتيحها يكفي، إذا أعطاه مفاتيحها ووقفوا عليها يكفي. إعطاه الصك زيادة فقط. نعم. إذا أعطاه مفاتيح السيارة عقد إجرائي وخلى السيارة عنده؟ لا ما يكفي هذا، لازم يأخذ السيارة يحطها في حفيزه ولا عند واحد أمين يودعها عنده. ما يكفي استلام المفاتيح ويخليها عند راعيها. لا. نعم. طيب يا شيخ، إذا تصورنا أن الدار على ما يرد عليها من تلف توفي بالدين. ما هو بلزوم، قد ترخص الدار، يجيها شيء ترخص، عرضة للرخص ونزول السعر. تبني على الوقت الحاضر، الوقت الحاضر يمكن تسوى 10 ملايين، لكن عقب شهر، عقب شهر أو شهرين تنزل الأسعار وتصير ما تسوى إلا 500,000. أن السعر ما هو مأمون انخفاضه. نعم. هو هذا، هو هذا مشي مع لا ضرر ولا ضرر، لأن لو مكننا الراهن من الرهن صار فيه ضرار على المرتهن، فلأجل لا ضرر ولا ضرار نقول ارفع يك عنه. لا يرهنه، إذا صار فيه حاجة إلى البيت لا يرهنه، لا يرهنه، دور غيره. إيه الرهن اللي يمكن تسليمه، الرهن اللي يمكن تسليمه، أما الرهن اللي ما يمكن تسليمه لا يرهنه، وما أجبر على أنه يرهن، لكن إذا رهن يلزمه أحكام الرهن. نعم. لكن كما ذكرت لكم العمل الآن على التسامح في هذا، وأن الرهون يد أصحابها، ما أخرجوا منها ولا منعوا منها، ولا يسع الناس إلا هذا. يعني تطلع من مزرعته ومن انخاله وين يعيش، تطلع من بيته وين يسكن. فالآن صاروا يتسامحون في هذه الأشياء، وأظن فيما أذكر المذهب الإمام مالك أنه ما يشترط القضاء. نعم. نعم. وهل عمل أهل المدينة أنه ما ي... إن... إن... إيه بس هل في هذه المسألة عمل أهل المدينة على هذا؟ يحتاج إلى نظر. نعم. والله عنده قاعدة أن العمل من عمل أهل المدينة حجة، وإن كان هذا القول غير موافق عليه من جمهور العلماء، هذا قول منتقد، لأنه ليس لأهل المدينة ميزة على غيرهم من بقية المسلمين من علماء المسلمين في الأقطار الأخرى، ليس لعلماء المدينة ميزة على علماء الحجاز، علماء الشام، علماء مصر، علماء المغرب بعد ما انتشر الإسلام، بعد ما من اللي يجعل لهم ميزة على غيرهم؟ لا، السنة ولله الحمد انتشرت، أكثر المحدثين في العراق وفي خراسان وفي انتشر الخير. لا لا أبدا، هذا القول عن مالك رحمه الله محل نظر، ما هو ليس لأهل المدينة خاصية. نعم. هذه أخي تحتاج إلى دراسة الفرائض كلها، السؤال هذا يحتاج إلى أن نجيب الفرائض كلها. نعم. نعم. هل يشترط بالعين المرهونة أن تكون قيمتها أكثر من قيمة البيت؟ نعم. هل يشترط بالعين المرهونة أن تكون قيمتها
لا لا ما يشترط هذا، ما يشترط هذا، ولا يشترط أن تكون، يجوز أن تكون قيمتها أكثر من قيمة الدين، يعني تكون أكثر من الدين أو مساوية أو أقل، أي خالف الرهن أمره واسع، أن تكون أكثر أو مساوية أو أقل. نعم. ما في فرق بين الغنم وغيرها، على المذهب لازم تكون عند عند الدائن، عند المدين، نعم، عند المرتهن اللي هو الدائن، المرتهن الدائن، تكون الرهون عنده غنم أو بعرين أو طعام أو أي شيء من الأموال، تكون عند المدين، عند الدائن، نعم. لكن إذا كانت غنم وفيها حليب يحلبها وينفق عليها، أو بقر أو إبل يحلبها وينفق عليها، وكذا كانت تركب مثل الحمير والخيل والإبل يركبها وينفق عليها أيضا. نعم. هذا بعد لا لا ما هو بلازم لو ما رفض. نعم. إذن الرسول عام عليه الصلاة والسلام، إذنه عام. نعم. وفضيلة الشيخ الله، هل يجوز مداعبة الجارية إذا كانت هي غير مرفوعة قبل أن تختمه؟ ما يخالف، ما في مانع، ولا حتى يطأها، يجوز له يطأها ويتسربها، ما في مانع، لكن إذا حملت صارت أم ولد. نعم. الراهن، الراهن، أما المرتهن ما هي ملك، حرام عليه، لو وطئها يرجم إذا كان بكرا، إذا كان ثيبا، وإن كان بكرا يجلد. نعم. لكن الحد ما يجب بوطئ المملوكة، إنما يعزر تعزير، عزر تعزير. نعم. نعم. إذا وجد على المدين ديه كان يقتل شخصا خطأ وعند الدائن راهن زائد على الدين كان يرجع على المرتهن. كيف؟ إذا وجد على المدين ديه كان يقتل شخصا خطأ وعند الدائن راهن زائد على الدين. لا ما يرجع عليه، لا ما يمكن، إذا لزمت الراهن غرامة وله رهن كثير عند المدين ما يرجع عليه، لأن الرهن صار وثيقة، كله وثيقة بحق المرتهن اللي هو الدائن، فلا يتصرف فيها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من حكمه إذا نقص الرهن عن الدين؟ الزيادة من الدية يترجع على الراهن، الزيادة من الدية يترجع على الراهن. نعم. تقول يا شيخ وفقك الله، هل إذا مات المضمون عنه يبرأ الضامن مثل الكفالة؟ لا، إذا مات المضمون عنه الضامن ما يبرأ، يطالب بالسداد، لكن إذا سدد يرجع على تركة الميت، إذا سدد يرجع على تركة الميت، ولا البراءة ما يبرأ. نعم. وفضيلة الشيخ وفقه الله، إذا كان رجل عنده عبيد فقتل أحدهم عمدا كان أو خطأ فهل يقام عليه الحد؟ لا، لكن يعزر تعزير، لا يقام القصاص بين حر وعبد، إذا قتل الحر عبدا فإنه لا قصاص، سواء كان ملكا له أو لغيره، لعدم المكافأة بينهما، فلو قتلنا الحر بالعبد كان هذا ظلم، يكون هذا ظلم، لأن الواجب في القصاص المساواة، ولا يتساوي الحر مع العبد. نعم. لكن تجب القيمة، تجب القيمة والتعزير بما يراه ولي الأمر. نعم. تخص الآية الأخرى، كتبنا عليهم في
الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وفي الحديث في البخاري لا يقتل حر بعبد. البخاري يقتل الذكر الحر. نتكلم عن الحر والعبد ما نتكلم عن الذكر والأنثى. نعم نعم. ها حددها أهل الخبرة. حددها أهل الخبرة. نعم. قال رحمه الله ولا يعتبر بغضبون عنه لا نحن فيه خلافه. ثم قال اشترط في الضمان رضا الضامن فقط، رضا الضامن لا رضا المضمون عنه. لو قال واحد ما بيك تضمن عنه، انا ما ارضى انك تضمن عنه، نقول ما يشترط رضاك، هذا شيء فيه مصلحه لصاحب الدين، ما هو مصلحة لصاحب الدين، توثيق لصاحب الدين، فلا يشترط رضا المضمون عنه. وحديث أبي قتادة واضح، لأن تحمل الديناران عن الميت، والميت لا يتصور رضاه لأنه ميت، فلا يشترط رضا المضمون عنه، لأن المصلحة في هذا للغير لصاحب الدين. نعم. ثم قال ابن قدامة من أتى الدين بنية الرجوم لم يحلل أربعة أحوال. الأولى أن يرجع. ما عندنا وقت الآن، يكفي.